مع قلة العلم تنتشر الفتن. ليست الفتنة فقط في قتل، لا، فتن في كل شيء. يعني تسارع الناس الآن إلى المادة بأي وسيلة يأتي بها، وقد يكون هؤلاء ممن له باع في الدعوة، لكن تجد أنه ربما أنه يأخذ عن طريق الدين أموالا طائلة بحجج واهية، يعني صار الهدف والمقصد هو المال. صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، يعني أحاديث كنا نقرأها قديما ونحفظها ما توقعنا أن ندركها حقيقة. يقول كما عند البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيما أخذ المال، أمن حل أمن حرام، أهم شيء أنه يكسب المال. لما؟ لأن الناس الآن هم أفواج يبحثون عن المال. لما؟ يريد أن يسافر، يريد أن يلبس أحسن لباس، يريد أن يسكن قصور، يريد أن يركب أحسن السيارات وهكذا. ولذلك عند الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يأكل أقوام المال بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. يعني ما يبالي، فتن عظيمة، ما هي فقط فتنة والله مثلا حروب، لا، ترى الفتن عظيمة حتى في المال. أن يوضع بينك وبين الحق ستار من الشبه أو ستار من الهوى، لأن الإنسان ولا سيما طالب العلم أو الداعي إلى الله عز وجل، إذا فتح على نفسه بابا لكسب المال عن طريق الدين مستقبلا لن يتحرك إلا أن يعطى، وهنا يضعف معه جانب الإخلاص. بقدر ما تعطي بقدر ما أذهب، هذا دين. ولذلك ما كنت أتوقع أن أدرك مثل هذا الزمن حقيقة، ما كنت أتوقع أن تصدق علينا مثل هذه الأحاديث. وهذا يعطينا فائدة أن الإنسان لا يمنع نفسه من الفتنة. ولذلك الزبير رضي الله عنه كما عند أحمد يقول: قرأنا قول الله عز وجل زمنا، يعني زمان طويل، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإذا بنا نحن المعنيين. الإنسان يتنبه.